النهاردة هنعمل الطبق الجميل ده. ده طبق ايطالي. يلا بينا هنجيب ناجتس. اي نوع ناجتس متوفر عندنا هنقليه. هنعمل النهاردة مكرونة مع بواقي فراخ متوفرة عندنا في البيت. بس هنجيب حلة ونحط فيها ملح ونسيبها تغلي. بعدين هنجيب اي نوع مكرونة متوفر عندنا. دلوقتي الناجتس جاهزة. مية غلت. حط المكرونة. هنسلقها 3/4 سوا. هنبدأ نقطع الناجتس قطع صغيرة. كده الناجتس جاهزة. ودي فراخ مشوية قطعتها برضو. دلوقتي هنجيب توم وبصلة كمية اللي قدامنا. نجيب طاسة نحط فيها معلقة سمنة او زبدة. قطعنا البصلة وهننزل بيها دلوقتي في الطاسة. بصل مع التوم قطعناهم سوا في الكبة. نقلبهم لحد ما يدبلوا بالشكل ده. هننزل بالفراخ المشوية اللي انا قطعتها. والناجتس اللي احنا قطعناها. هنقلبهم شوية سوا مع البصل والثوم. هنرش رشة فلفل اسود. شوية ملح. حوالي معلقة صغيرة ملح. دي كريمة طبخ 500 ملي. هنقلبهم سوا. هنضيف البلو تشيز او الجبنة الريكفورد ومعاها جبنة شيدر. بيدوا طعم جميل جدا للكريمة. غطيهم ونسيبهم يغلوا شوية عشان القوام يدخل. زي ما احنا شايفين كده القوام بدأ يدخل. بس هنجيب المكرونة اللي سلقناها 3/4 سوا وهنزلها شوية شوية في الكريمة. ده شكل طبقنا. طعمه تحفة. جربوه هيعجبكم جدا. ألف هنا.